مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. بعد مونديال قطر، الجزائري حفيظ الدراجي يوجه اتهاما خطيرا للمملكة المغربية. نجم المنتخب المغربي سفيان أمرابط يفاجئ المغاربة بتصريح تاريخي بعد لقائه لجلالة الملك. بي إن سبورت تفاجئ مدرب المنتخب الأسود وليد الركراكي بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر. الأرجنتين تتغنى بالمملكة المغربية بسبب تنظيم المحكم خلال استقبال المنتخب المغربي، وهذا ما قالته علينا. نادي أونجي الفرنسي يفاجئ نجمي المنتخب الوطني المغربي عز الدين أوناحي وسفيان بوفال بقرار غير متوقع بعد تألقهم في مونديال قطر رفقة الأسود. عاد المعلق الجزائري بقنوات بي إن سبورت القطرية حفيظ الدراجي لمهاجمته المملكة المغربية من جديد، زاعما أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قد قرر منح المملكة المغربية شرف احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 25 خلفا لدولة غينيا. الدراجي وفي منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: قبل تقديم الملفات وقبل عرضها ودراستها والتصويت عليها في 10 فبراير المقبل، الجماعة قررت منح المملكة المغربية حق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 ومنح نيجيريا والبنين بطولة 2027 ثم الجزائر في سنة 2029. وأضاف الدراجي المعروف بعدائه للمملكة المغربية قائلا: التصويت كان من المفروض أن يتم على هامش البطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر، لكنه تأجل إلى 10 فبراير على هامش كأس العالم للأندية المقررة في المغرب. واختتم الجزائري الدراجي تصريحه بالقول: الفهم يفهم كيف تدار الأمور وما يجب أن نفعل، خاصة وأن الكرة لم تعد مجرد لعبة كما يعتقد الكثير. حظي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس الثلاثاء بعد وصوله لمطار رباط صلاة باستقبال حاشد وغير مسبوق باستقبال ملكي بعد المشاركة التاريخية للأسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022، حيث احتل الرتبة الرابعة عالميا في إنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا. وفي هذا الصدد أعرب سفيان أمرابط أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني المغربي في المونديال قطر عن سعادته باستقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأعضاء الفريق الوطني لكرة القدم. وقال لاعب وسط ميدان المنتخب الوطني المغربي: إنه حلم تحقق، أنا سعيد للغاية بلقاء ملكنا محمد السادس. كما شكر سفيان أمرابط الشعب المغربي على الترحيب الحار الذي خص به المنتخب الوطني المغربي وكذا الدعم الذي قدمه له طوال منافسات كأس العالم في قطر 2022. ولم ينسى اللاعب سفيان أمرابط تقديم أيضا الشكر لمغاربة العالم على دعمهم وتشجيعهم، حيث قال: إنه أمر لا يصدق، لم أرى هذا الدعم في حياتي، كما لو أننا فزنا بكأس العالم، نحن فخورون للغاية بإسعاد شعبنا الكريم. اختير وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أفضل مدرب في نهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022 التي نظمت في الفترة الممتدة ما بين 20 نوفمبر و 18 دجنبر وانتهت بالتتويج لمنتخب الأرجنتيني بطلا. واحتل وليد الركراكي المركز الأول في التصويت أجرته قناة بي إن سبورت القطرية حول أفضل مدرب في نهائيات كأس العالم قطر 2022. وحصل مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على 80% من الأصوات، متبوعا في المركز الثاني بلويس كالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني وزلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي ب 7% من الأصوات لكل منهما، ثم ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي في المركز الثالث ب 6% من الأصوات. وبصمت عناصر المنتخب الوطني المغربي على أداء مشرف في المسابقة العالمية بإطاحتها المنتخبات الكبرى كبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، فضلا عن المنتخب الكندي قبل أن تنتهي مساره باحتلال المرتبة الرابعة.
أثنى المئات الأرجنتينيين على الاستقبال الذي حظي به المنتخب الوطني المغربي بعد المشاركة التاريخية لأسود الأطلس في نهائيات كأس العالم قطر 2022. وقال أحد الأرجنتينيين في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: احتفال المغرب تميز بالكثير من التحكم، مستوى آخر فيما يتعلق بالتنظيم مقارنة بالأرجنتين. وأشادت إحدى الصحف الأرجنتينية قائلة بخصوص التنظيم المغربي: في المغرب تمكنوا من التنظيم الاستقبال بشكل جيد، لم يكن الأمر صعبا عليهم، لسوء الحظ نحن نفتقر إلى الرغبة في العمل الأشياء بشكل جيد. فيما علقت إحدى الصحف الأرجنتينية أيضا قائلة: هكذا استقبلوا المنتخب المغربي في بلدهم بعد كأس العالم الرائع، هم متحمسون جدا مثلنا وأجواءهم رائعة، هل من الصعب تنظيم شيء طبيعي مثل هذا؟ ومنح العشرات المغردين الأرجنتينيين الأفضلية لاستقبال المغرب على الأرجنتين، حيث كتب معلقين: المغرب واحد والأرجنتين صفر. اقترب الدوليين المغربيين عز الدين أناحي وسفيان بوفالا من الرحيل عن فريق أنجي الفرنسي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن عقول اللاعبين المغربيين لم تعد تفكر في الفريق الفرنسي، مبرزة أن بوفال وأناحي يرغبان في تغيير الأجواء. وشددت الصحيفة الفرنسية على أن العروض المغرية التي تلقاها اللاعبان المغربيين قد تعجل برحيلهما في الميركاتو الشتوي. وواصلت ذات المصادر أن العروض تتدفق على النادي الفرنسي، إذ أن بوفال البالغ من العمر 29 عاما يمتد عقده حتى 2024، أما أناحي البالغ من العمر 22 عاما ينتهي عقده في صيف 2026. وتابعت المصادر نفسها: لا يرى عز الدين أناحي وسفيان بوفال الذين بلغا نصف نهائي كأس العالم قطر مع المنتخب المغربي نفسيهما مستمرين مع أنجي، ويستعد الفريق الفرنسي بالفعل لرحيل اللاعبين. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.